معاً سنرتحل لنستكشف بعضاً من الغموض في أعماق مياه سلطنة عمان في مكنون بحارها الغنية، بالأخص الشمال منها والتي تعرف بمحافظة مسندم، حيث تضم مجموعة متنوعة من الكائنات البحرية المختلفة تصل إلى مئات الأنواع من العائلات، وكل عائلة تضم عشرات بل مئات من الأسماء. تجذب تلك الأنواع والألوان الكثير من محبي الغوص في سلطنة عمان والعالم لمشاهدة كنوز عمان البحرية. تقع محافظة مسندم على حافة الالتقاء بين الصفيحة العربية وبين الصفيحة الآسيوية على الجانب الآخر من مضيق هرمز، ومن المعلوم جيولوجياً أن الصفيحة العربية تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسبب انفصال البحر الأحمر، حيث تقترب من الصفيحة الآسيوية بمعدل سنتيمترين سنوياً تقريباً. وبسبب موقع المحافظة فإن رؤوس الجبال تتحرك باتجاه الأسفل بمعدل 6 إلى 7 مليمترات سنوياً، كذلك فإن جبال مسندم تتعرض للانضغاط والطي والتصدع بمعدلات لا يلحظها الإنسان، ولكن أثرها يبدو ظاهراً في تموج طبقات الصخور وتشققها وانحدارها نحو البحر في كثير من شواطئ المحافظة. هذه الديناميكية تضفي على شبه جزيرة مسندم روعة وجمالاً وتميزاً فريداً في التضاريس فوق البحر وتحته. يبرز جبل حارم على ارتفاع أكثر من 2000 متر فوق مستوى البحر، وعلى صور الأقمار الصناعية يبدو ظاهراً أن سلسلة رؤوس الجبال تمتد من الشمال إلى الجنوب، وتعتبر هذه السلسلة جزءاً من سلسلة جبال شمال عمان، أو ما يعرف بسلسلة جبال الحجر، التي تمتد من رؤوس الجبال في مسندم وحتى رأس الحد. أما تحت البحر، فإن مسندم تفصل بين بحر عمان والخليج العربي، وهما بحران ذوى أعماق مختلفة. ففي شرق مسندم مباشرة قد يصل عمق البحر إلى أكثر من 100 متر، بينما في غربها فإن عمق البحر في الغالب لا يتجاوز 50 متراً. وتماماً كما بدت فوق البحر، فإن تضاريس قاع البحر في مسندم تبدو متباينة، فالخلجان هنا تعانق الجبال وتتداخل معها، ربما لأن هذه الخلجان ما هي إلا أودية قد غطست مع مرور الزمن تحت البحر بسبب عوامل حركة الصفائح. وعليه تكونت بيئات متنوعة لحياة حيوانات ونباتات بحرية مختلفة، لأنها توفر الحماية والطعام والعمق الملائم لتنوع الحياة هنا. وهنا يظهر التناغم بين تاريخ مسندم الجيولوجي الديناميكي وتنوع حياتها البحرية، كما أن الكهوف الموجودة تحت الماء ترتبط في كثير من الأحيان بالكهوف الموجودة في الأعلى، وربما كانت هذه الكهوف المغمورة تحت البحر اليوم فوق البحر قبل مئات السنين. تتميز البحار العمانية بتنوعها الكبير، فعمان تطل على 3 بحار متنوعة البيئات والظروف الجغرافية: الخليج العربي وبحر عمان وبحر العرب، بالإضافة إلى أن هذه البحار هي جزء متصل بالمحيط الهندي الواسع. التيارات البحرية في الخليج العربي تختلف عن تلك التي في بحر عمان وبحر العرب من حيث قوة التيار واتجاهه ومواسمه. فبالنسبة إلى التيارات المتواجدة في الخليج العربي
فهي عادة تيارات تتجه من شمال الخليج باتجاه الغرب إلى داخل الخليج العربي، ثم تعود إلى الجنوب فالشرق على شكل دائرة عكس عقارب الساعة. وعند التقاء التيارين يمكن مشاهدة البرزخ الفاصل بين البحرين بشكل جلي عند المنطقة القريبة من جزر سلامة وبناتها. وهذا المنظر الرائع يعطي لهذا الموقع الفريد بعداً جمالياً آخر يضاف إلى الأبعاد الكثيرة والرائعة لهذه المحافظة. هذه التيارات البحرية والطبيعية الجميلة لمحافظة مسندم بما تحويه من جبال وأخوار وجزر جعلها تمتاز بالمناظر الخلابة عند شواطئها وجزرها وخلجانها. جزيرة طبعا مروفي، قريب عن قرية مروفي هي الجزيرة هذه، يسموها اخطبوط الغواصين لأن شكلها شكل اخطبوط تحت. احنا راح ننزل على عمق 25 متر. زين، فمعروفة الجزيرة مشهورة في الاطباق، اسماك القرش اللي هو القرش اللي ابو زعلفة السوداء يسمونه بلاك تيب، القرش ابو زعلفة بيضة وايت تيب، هذه مشهورات في الجزيرة. راح تكون على اعماق 17، راح نبدا التصوير على 17 متر وحنا ماشيين الى 25. بعد ال 25 راح نصعد قليل قليل قليل، حنحصل هناك سوفت كورال اللي هو الشعاب المرجانيه الناعمه، ايضا الشعاب المرجانيه الهارده، هذه من الاغواص عمليات الغوص السابقه، يوجد هي ما يتعدى فوق 25 نوع من الشعاب المرجانيه في هذه الصخره الجميله. فان شاء الله بعد ما نخلص يمكن نحاول انه 50 او 40 دقيقه، بين 40 50 نشوف الهواء اللي عند المجموعه ونصعد نعمل وقوف السيفتي سكوب، وبعدين ان شاء الله نرجع ونشوف ايش الكاميرات، وان شاء الله نكون مصورين صور ممتازه جدا ان شاء الله. أن الشعاب المرجانية تأتي في مقدمة عجائب الطبيعة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا العالم، مع ذلك فإن قليلاً من الناس يدرك أهمية هذه الشعاب. إن هذه الشعاب تشكل أنظمة دفاعية خلقها الله لحماية البحار، وهي بأشكالها المختلفة على هيئة حواجز وحافات مرجانية توفر الحماية لسواحل ممتدة طويلة. إن للشعاب المرجانية قيمة اقتصادية كبيرة أيضاً لجميع أقطار البحار المرجانية وما ورائها، وذلك لأنها تشكل بيئة مهمة لنمو وتغذية الأسماك والأصداف. تزخر محافظة مسندم بوجود أعداد كبيرة من الشعاب المرجانية تمتد من داخل الخليج العربي شمالاً وحتى دبا جنوباً، وتتميز هذه الكائنات بتنوعها وكثرتها وجمال أشكالها، حيث يمكن مشاهدتها في داخل الخلجان الكثيرة بالمحافظة أو حول الجزر العديدة، ويستمتع السياح وهواة الغوص بهذه الأشكال الجميلة. ولكثرة الشعاب المرجانية وتنوعها في محافظة مسندم تتنوع ألوان بزاق البحر، وهو حلزون عديم القوقعة، جسمه رخو يحتوي الكثير من الماء ولا يحميه غطاء خارجي. ولبزاق البحر زوجين من الأعين،
كما أنه ثنائي الجنس، بحيث يستطيع تأدية وظيفة الأنثى والذكر في آن واحد في عملية التزاوج مع البزاقات الأخرى. البزاق البحري تتعدد أشكاله وألوانه البديعة التي تؤدي غرض التخويف أو التمويه أو للغزل. ويجد خيار البحر حماية طبيعية في مياه محافظة مسندم لقلة الشواطئ بها، فيتواجد بين الشقوق الجبلية والقيعان المحمية بالشعاب المرجانية. ويتكاثر خيار البحر جنسياً أو لا جنسياً عن طريق الانشطار، ولا يمكن التفريق بين الذكر والأنثى بمجرد النظر. تعد الشرخة من الوجبات البحرية ذات القيمة الغذائية العالية في الأسواق العالمية، ويطلق عليها ملكة الوجبات البحرية. والشرخة من الكائنات الليلية، حيث تختبئ داخل الكهوف أثناء النهار ولا يظهر سوى قرني استشعارها وكلابيها، وتخرج ليلاً لممارسة أنشطتها كالغذاء والتكاثر. توجد في مياه مسندم نوعان من الشرخة: جراد البحر الصخري والمسطح. النجوم الريشية عديمة السيقان تتحرك بفضل حلقة من الجذور النباتية تبرز في الوجه السفلي للحيوان، تتكون من أذرع ريشية تساعدها على السباحة في البحر، بينما توجد هذه الأنواع بأشكال وألوان زاهية قرب مواقع الشعاب المرجانية في محافظة مسندم، وغالبا ما تراها تسبح في الماء وهي تؤدي رقصات جميلة وملفتة. ونظراً لوجود التيارات المائية المختلفة في محافظة مسندم، فإنها تجذب إليها أنواعاً مختلفة من قناديل البحر القادمة من الخليج العربي أو الداخلة من بحر العرب. ونتيجة لكثرة الجبال في محافظة مسندم وطبيعتها التي تتلائم مع طبيعة نمو وتكاثر قنفذ البحر، فإنك ستشاهد أنواعاً وأحجاماً مختلفة من قنافذ البحر. وقد ساهمت الشعاب المرجانية المختلفة الصلبة والرخوة في المحافظة على زيادة أعداد قنافذ البحر. وتعرف قنافذ البحر بالمخلوقات ذات الجلود الشوكية، وكثيراً من قنفذيات البحر تتغطى بأشواك واقعية تجعلها تبدو مثل وسادة الدبابيس. ونتيجة لكثرة الصخور في قيعان بحار محافظة مسندم، فإنها تشكل بيئة خصبة لنمو وتكاثر محار اللؤلؤ بأشكاله وألوانه المختلفة، وهو نوع من الحيوانات الصدفية المائية. يعيش المحار بلصق صدفاته على صخور البحر أو أي جسم صلب آخر في قيعان البحار والمحيطات. تعيش معظم أنواع المحار في مياه السواحل الضحلة، وتستخدم كلمة محار للدلالة على عدد من الرخويات ذوات المصرعين التي تعيش في الموائل البحرية أو المالحة. بعض أنواع المحار يشيع استهلاكه كطعام بين البشر، وهناك أنواع أخرى مثل المحار الذي يحتوي على اللؤلؤ. الجبال الغارقة تحت سطح الماء في محافظة مسندم الغنية بالشعاب المرجانية أدت إلى وجود بيئة خصبة لتكاثر ونمو نجم البحر بألوان وأشكال متنوعة. وجلد نجم البحر مغطى بشويكات جيرية مدببة الأطراف، وله القدرة على الانثناء لدرجة لا بأس بها، لأن الألواح الصلبة التي تغطي السطح الخارجي متصلة ببعضها بواسطة أنسجة رخوة تصبح صلبة بعد موت الحيوان.
تعيش في سلطنة عمان أربع أنواع من السلاحف، هي الخضراء والشرفاف والرماني والزيتوني، بينما تظهر السلحفات النملة في مياه البحار العمانية للتغذية. وتوجد في مياه محافظة مسندم بعض هذه السلاحف، أهمها الخضراء والشرفاف التي تتغذى على الشعاب المرجانية. ولقلة الشواطئ الرملية الملائمة لتعشيش السلاحف في محافظة مسندم، فإنك قليلاً ما تشاهدها. والسلطنة تعتبر من أهم المواقع في العالم لتعشيش عدة أنواع من السلاحف. يعتبر قرش الحوت من أكبر الأسماك البحرية، حيث يتواجد بكثرة في مياه محافظة مسندم، وعادة ما يتواجد في أماكن ليست بالعميقة قريبة من الجبال والخلجان، ويصل طوله إلى 10 أمتار ووزنه إلى 15 طناً تقريباً. تتميز محافظة مسندم بتنوع الثروات السمكية ووفرتها، لذلك تنوعت وسائل وطرق الصيد بما يتناسب مع هذا التنوع. ويستخدم الصيادون في المحافظة السفن الخشبية للصيد في المواقع البعيدة والعميقة، وتستمر رحلاتهم البحرية لعدة أيام، ويستخدمون الأقفاص لصيد الأسماك القاعية مثل الهامور والصافي والصال والشعري وغيرها، والخيوط الطويلة القاعية لصيد أسماك القرش بأنواعها. وتعتبر الأقفاص من أشهر طرق الصيد في المحافظة نتيجة لكثرة وجود الجبال والشعاب المرجانية التي يتكاثر وجود الأسماك فيها. تعتبر أسماك الشعري من أهم الأسماك القاعية المتوفرة في مياه محافظة مسندم، والتي تعتبر من الأسماك الاقتصادية محلياً وعالمياً لتميزها بذات المذاق الطيب والمحتويات الغذائية العالية. وتتكون عائلة الشعري من نحو 26 نوعاً، منها 7 أنواع في المياه العمانية، وهي تتغذى على القشريات وقنافذ البحر والرخويات والأسماك الصغيرة، وتتواجد قرب الشعاب المرجانية والصخرية. كثيراً ما تتواجد أسماك النمة في أسراب كبيرة في عمود الماء على القيعان الصخرية والشعاب المرجانية مباشرة، وهي من أسماك السطح، وفي سلطنة عمان تعتبر واحدة من أهم المحاصيل، وتقدر أنواعها ب20 نوعاً، 3 منها تتواجد في مياه محافظة مسندم. Thank you.
يتواجد ما يقارب من 200 نوع من ثعابين البحر في الأماكن الضحلة للمياه الاستوائية، وقليل منها في المناطق المعتدلة، ونتيجة للطبيعة الصخرية والمرجانية لقيعان بحار مسندم، فإن ثعبان البحر وجد هذه المواقع بيئة خصبة لاختبائه وتكاثره. يوجد ما يقارب من 120 نوعاً من سمكة البقم، وهذه العائلة منتشرة في المياه الاستوائية والشبه الاستوائية والمعتدلة في أرجاء العالم، وهي أنواع بحرية صرفة وتستوطن المياه الضحلة. إن التسمية التي تتسمى بها هذه السمكة هي صندوق البحر نسبة إلى شكلها، وهذه السمكة ذات الألوان الجميلة، للذكور منها لون أصفر فاقع وظهر أزرق زاهي، أما الأنثى فلونها زيتوني. تتواجد أنواع كثيرة من عائلة الصال في محافظة مسندم، والتي تعتبر واحدة من أهم الأسماك القاعية، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى التي تشكل المنتج الاقتصادي لصياد المحافظة. تصنف سمكة الإمبراطور من عائلة الأسماك الاستوائية في أنحاء العالم، وفي المياه العمانية توجد 10 أنواع على الأقل من بين 80 نوعاً، وهي من أكثر أسماك الشعاب المرجانية. تمر هذه الأنواع بانقلابات جنسية، وتؤمن هذه السمكة بمبدأ تعدد الزوجات، حيث تحيط بالذكر مجموعة منهن تضم 4 أو أكثر من الإناث. ويكثر تواجد الإمبراطور في مياه المحيط الهندي والمحيط الهادئ الاستوائي، وتقطن في المياه الضحلة ذات الأعماق من 3 إلى 70 متراً في مناطق الشعاب المرجانية والصخرية بشكل انفرادي، مندسة بين الشقوق والصدوع الصخرية بالغة الضيق. تتغذى سمكة الإمبراطور على الإسفنجيات والزقيات والأعشاب البحرية، وتنتشر يرقات وبيض هذه السمكة بشكل واسع بواسطة التيارات المائية. أسماك الببغاء هي من أسماك الشعاب التي يسهل التعرف عليها، ولكنها من أكثر الأسماك صعوبة في معرفة أنواعها، حيث إن الأسماك التي تصنف إلى نوعين مختلفين لا تكون في الحقيقة سوى ذكر أو أنثى من نفس النوع، أو طور يافع وآخر بالغ لسمكة واحدة. تعيش هذه السمكة في المحيط الهندي والمحيط الهادئ وفي مياه محافظة مسندم بكثرة، حيث تتم مصادفة هذه الأسماك في مواقع الإنزال السمكي، وهي صالحة للأكل، إلا أنها رخوة وغير متماسكة، لذا لا تحظى بأهمية تجارية. تنتشر هذه السمكة التي تعرف بالعندق أو غزوان في مياه محافظة مسندم، حيث تقطن القاع والمياه الضحلة حول الشعاب المرجانية وفوق القيعان الرملية، وتتغذى على اللافقاريات القاعية. تعتبر هذه العائلة
واحدة من أهم العائلات الصغيرة المتواجدة في الشعاب. إن أسماك هذه العائلة غير هامة تجارياً في محافظة مسندم، إلا أن دورها مهم جداً في البيئة، حيث توفر التوازن الهام والحيوي في النظام البيئي. تنتشر هذه السمكة في المحيط الهندي وغرب المحيط الهادئ، وفي المنطقة من شرق إفريقيا إلى جنوبي اليابان. ويعتبر هذا النوع من أسماك ديك البحر وأنواع أخرى متواجدة في مياه محافظة مسندم. ومن خلال التفحص والتدقيق فيها، فإنك ستلاحظ أشواكاً على ظهرها وفي المقدمة لتدافع بها إذا ما أحست بخطر قادم عليها. وتعتبر سمكة الديك من أسماك الزينة المرموقة. عائلة العقيصي عائلة كبيرة جداً تضم حوالي 300 نوع تقريباً متواجدة في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، حيث تنتشر من الساحل الإفريقي الجنوبي شمالاً حتى البحر الأحمر، وعلى طول ساحل بحر العرب وبحر عمان والخليج العربي وباكستان والهند، وتنتشر في المحيط الهادئ شرقاً حتى شمالي أستراليا، وأكثر من 30 نوعاً تتواجد في المياه العمانية. أما سمكة المهرج فتعيش حياة تكاملية مع شقائق النعمان التي تحوي ملامسها على خلايا لاسعة قادرة على إلحاق الضرر بمعظم الأسماك الأخرى، إذ تفرز سمكة المهرج مادة مخاطية تكسبها مناعة ضد لوامس شقائق النعمان المميتة. وعندما تحس بالخطر تتوارى بين لوامس شقائق النعمان السامة،
بينما تحصل شقائق النعمان على غذائها من الأسماك التي تنساق وراء إغراء السمكة المهرج. تعتبر سمكة الهامور في محافظة مسندم واحدة من أهم الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية، وعائلة الهامور عائلة كبيرة جداً تصل إلى 300 نوع حول العالم، ويوجد حوالي 40 نوعاً منها في المياه العمانية. غالبية أسماك الهامور قاعية، ويرتبط وجودها بمناطق الشعاب المرجانية الصخرية، فيما يتواجد صغارها غالباً في مواقع تواجد الحشائش البحرية، وتعتبر هذه العائلة من الأسماك الجذابة للتنوع الرائع في الألوان والأحجام. تبدأ حياة سمكة الهامور أنثى وتنتهي ذكراً بعد أن تمضي سنة أو سنتين في وضع البيض، ويأخذ طور البيض واليرقات 3 أشهر، مما يساعد هذا النوع على الانتشار. مشط العروس. يوجد هذا النوع على طول الساحل العماني من بحر العرب إلى الخليج العربي، مروراً ببحر عمان في محافظة مسندم، ويشاهد هذا النوع مفرداً أو أزواجاً، ويكثر في أسراب عند التغذية معتمداً على الهائمات الصغيرة اللافقارية، وهي أسماك أحواض ومعارض الأحياء المائية لأحجامها الصغيرة وأجسامها المضغوطة ولألوانها الجذابة وتماثلها البديع. ترجع تسمية سمكة الجربوبة بذات المقداح نسبة إلى طبيعة الزعنفة الظهرية الأولى المختزلة إلى شوكتين أو 3 فيما يشبه آلية المكبس والزناد، وتعتبر قنافذ البحر ذات الأشواك الطويلة من بين الأطعمة المفضلة لديها، ولها قيمة عالية وشهية في مائدة بعض المناطق، إلا أن لحمها قد يكون أحياناً ساماً خاصة العينات الكبيرة. بسبب التكوينات المختلفة للقيعان في محافظة مسندم، فإن عائلة أسماك الفرد تجد لها بيئة خصبة وملاذاً أمناً للعيش، وهي عشبية التغذية، وإذا ما أحست بالخطر فإنها تمتلك القدرة على تغيير لونها، لذا يصعب تصنيفها إلى مستوى النوع. تمارس الذكور سمكة صحيحة الراعي رعاية أبوية، حيث يحضن هذا النوع من الأسماك البيض في فمه، وهذا النوع يتواجد على الخط الساحلي، ويكثر غالباً في بحر عمان في محافظة مسندم والخليج العربي عند الشعاب المرجانية والشعاب الصخرية. تقدر عائلة النباط ب400 نوع يعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، وتعيش في سلطنة عمان غالباً في بحر عمان. تنشط هذه الأسماك في فترة النهار وتدفن نفسها ليلاً تحت الرمال، أو تنام في مخابئ الصخور والمرجان المتوفرة بكثرة في محافظة مسندم، وتتغذى على الفقاريات القاعية، وبعضها مثل الكناس النبطي يتغذى على طفيليات الأسماك الأخرى والمخاط الذي تنظفه من هذه الأسماك، كما تعتبر أسماك النباط أسماك زينة ممتازة.
التنوع البيئي الهائل لبحار محافظة مسندم أدى إلى تنوع في الإنتاج السمكي، فمن متوسط إنتاج السلطنة السنوي الذي بلغ 164 ألف طن، كان إنتاج مسندم 12517 طناً. وتمثل أسماك السطح الصغيرة خاصة البرية والضلعة والعومة 5357 طناً من إنتاج مسندم السنوي، بينما تمثل أسماك السطح الكبيرة مثل السهوة والجيذر والصده والكنعد 4773 طناً. أما الأسماك القاعية وأهمها الشعري والكوفر والهامور والحمرة فتمثل 1812 طناً. كما أن محافظة مسندم تتميز بوجود كميات من أسماك القرش تقدر ب 234 طناً سنوياً. نتيجة لوفرة وتنوع الأسماك في محافظة مسندم طوال فصول السنة، فإن أسواق بيع الأسماك تتميز أيضاً بحيويتها ونشاطها الدائم. فعند قدوم سفن الصيد الخشبية والقوارب إلى ميناء الصيد محملة بالأسماك، يتم عرضها مباشرة على سطح السفن أو القوارب. أو في ساحة الميناء بشكل منظم. ويستطيع من يرغب في الشراء التعرف على نوعية الأسماك وكميتها بعد تصفيفها. بعدها تتم المنادات عليها من قبل الدلال وبحضور التجار الذين يرغبون في الشراء. وبعد أن يتم البيع يتم تحميل الأسماك مباشرة إلى سيارات نقل الأسماك ليتم بيعها في الأسواق المحلية أو تصديرها إلى الأسواق المجاورة. إن الغوص في أعماق مياه محافظة مسندم يكشف الكثير من الثراء والتميز للبيئة البحرية للمحافظة، فقد تنوعت قيعان البحار فيها لتشمل بيئات الشعاب المرجانية والصخور والرمال والجبال. هذا التنوع والاختلاف في قيعان البحار بالإضافة إلى التنوع في اتجاهات وأنواع التيارات أدى إلى تنوع كبير وفريد في الكائنات البحرية بمحافظة مسندم.